بتمنى على إدارة الجديد تطلب من إدارة بحمد تعطيكم الفيلم كامل تعرضوا. هذا ما طلبه خير صليبة، فأتاه الجواب في مؤتمر صحفي عرض فيه مدير مركز بحنس الطبي فيديو كاميرات المراقبة الذي يظهر لحظة إدخال المصاب إلى طوارئ المركز. الفيديو لم يقنعنا لكونه لا يظهر لحظة وصول الهامر، ومن ثم لا ينفي رواية المعتدين عن تأخر استقبال المصاب، فزودنا مدير المركز بهذا الفيديو الذي يثبت أن الهامر وصل عند الساعة 11:37 لتصل سيارة الجيب الأخرى ويترجل منها المعتدون عند الساعة 11:39، أي بعد دقيقتين. المفارقة أن مساء الأحد وقع إشكال آخر في مستشفى بحنس، لكن هذه المرة بين ابن المصاب ريموم جاعس والممرضات في غرفة العناية الفائقة، ما يدعو إلى التساؤل. شو كان سبب اعتداء ابنه لريموم على الممرضات؟ كان متوتر ومش فهمان مظبوط شو صاير مع بي، يعني شو وضعه، كان وضعه شوي دقيق وشوي كان معصب وهيك بقى فشخ الأسنان. هارون من جهته ذكر بسلسلة اعتداءات تعرضت لها المستشفيات داعيا إلى القبض على المعتدين. كان ما اتخذ إجراءات رادعة بحق المعتدين، وأنا بفتكر هذا هو السبب بعد الاعتداءات عم تستمر. بيبحنس تحديدا شو عملتوا كنقابة مستشفيات وكمان نقابة أطباء، شو صار قضائيا بهذا الموضوع؟ نحن عم نتابع الموضوع مع المسؤولين كنقابات، تابعني مع معالي وزير الصحة، مع معالي وزير العدل، وكان في من ناحيتهم يعني كل اندفاع لإلقاء القبض على الجنان. اعتداء اللي صار من قبل ابنه لريموم جاعس، رفعتوا دعوة عليه؟ عرفت انه هو ممنوع صار يفوت على المستشفى هلا؟ لا، امبارح صار في تدخل من بعض الجهات انه رح يعتذر من الممرضات وأنه يرجع ينسمح له يفوت مشان تيزور بيه. وإذا كان المعتدون قد برروا فعلتهم بإنقاذ المصاب بالقوة، فلماذا لا يسلمون أنفسهم؟ نحن بنوثق بالقضاء اللبناني، ونحن مثل أنتوا ليش بعد لهلأ ما سلمتوا حالكم للقضاء طالما بتوثقوا فيه؟ نحن وقفنا المحيم، نحن المحيم عم يعمل شوية ترتيبات، وبس يصير الوقت أنه نحن نسلم حالنا. إذن هي رواية مزدوجة، وكل طرف يصر على صحة نسخته، لذلك يبقى الحكم النهائي بين المعتدي والمعتدى عليه بيد القضاء وحده. جوال الحاج موسى، قناة الجديد.